في حديثك وفي لقاءات مختلفة لحضرتك ذكر كثير للأستاذ جمال الغيطاني. سؤال إنساني كده، مفتقد إيه بعد رحيل جمال الغيطاني؟ انا كتير ما بيصدقونيش لما بقول كده، بس انا والله صادق. انا لغايه دلوقتي لا اتصور انه توفى، ولغايه دلوقتي اتصور احيانا هو كان يكلمني كل يوم الصبح او انا اكلمه، لازم احيانا كتيره يرن التليفون فاتصور انه هو هيطلع هو اللي بيكلمني. يعني الافتقاد مؤلم، واحيانا انا بقعد واقول يا رب هنا عشت اكثر مما ينبغي. يعني ربنا يديك طول العمر. ليه ده؟ صح. فطبعا فقد جمال كان، وخاصه انه جه في اعقاب مرض، وكان ابتدى صحته تتحسن في المستشفى العسكري اللي موجوده في مصر الجديده، انما فوجئت فجر احد الايام انه اللواء بهاء مدير المستشفى العسكري بتاعت مصر الجديدة بيكلمني 5 الصبح وقال لي منذ دقائق صديق عمرك أسلم الروح. ماذا ترك لك جمال الغيطاني؟ قيمة الصداقة، وأيضا اتعلمت منه قيمة العمل، إنك تقري، إنك تكتبي بعناية، إنك تاخدي شغلك على إنه رسالة. جمال هو الصورة بنت جيلنا من نجيب محفوظ. يعني الصورة من زاوية، مش انه بيقلده في الكتابة، لا، من زاوية الإيمان بقدرة العمل. وأنا شايف ان تكاد تكون مشكلة مصر الآن ان احنا ندرك ان العمل ثم العمل ثم العمل هو سر كل شيء، ولا شيء آخر أكتر من العمل. جمال، سواء الشيخ تهامي في سيدنا الحسين أو سور الأزبكية اللي للأسف لم يعد له وجود، تقريبا لم يكن يشغله غير أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ. دي مسألة. وبالذات لما حب يكتب رواية الزيني بركات عن مرحلة حكم المماليك لمصر، وجاب ابن إياس وأراه، أنا معرفش الأسرة احتفظت أو هو احتفظ بنسخة ابن ياس اللي كان قاريها ولا لأ، لأن هوامشه عليها شديدة الأهمية، واستحضاره لشخصية الزيني بركات ابن موسى وجعله بطل لهذه الرواية مسألة مهمة للغاية. ويتعملت مسلسل، ونفسي ومنى عين أنها تتعمل فيلم سينما. أعتقد لو أنفق عليه، بس للأسف لم يعد لدينا صناعة سينما تابعة للدولة، كلها قطاع خاص، ممكن يبقى فيلم عالمي بكل المقاييس.